حد يساعدني على ان انا افورميليت البروبلم ديت علشان نقدر نوصل عدد من البارامترز هنا مثلا يبقوا 8 ولا 10 ولا 12. بدأ استعيد بدل ال 400 معلومه دول اقدر ادور على عدد اقل من المعلومات ويحصل اقل ايرور ممكن. اول ما اقول اقل ايرور ممكن يبقى بنعمل مينيمايزيشن، يبقى المشكله فين؟ ان ندور على الايرور. تعالوا ندور على فورمولا للايرور. السيجنال الاصليه موجوده وعاوز ادور على فانكشن، والفانكشن دي مش هنعقدها قوي ونخليها نون لينير، هنتكلم عن اللينير فانكشن ولا حاجه اشبه ما يكون القصه بكيرف فيتنج. انا عاوز استعيد الكيرف بتاعي، لان السيجنال دي لما تيجي ترسمها تلاقيها بترسم لك كيرف، فانا عاوز اعيد رسم الكيرف ده باقل بريزنبل نمبر اوف بارامترز، يكون اقل ما يمكن بس كمان الايرور ما يبقاش كبير. واخد بالك؟ كمان الايرور ما يبقاش كبير. حضراتكم حد كده نورت في دماغه اي حاجه؟ اول خطوه نعمل ايه؟ اعتبر ان متوصل بينهم لينير. صوت ماشي اوكي، صوت اعمل ايه بقى؟ طيب ماشي، طيب خلونا نبتدي نفكر مع بعض. انا عندي السيجنال دي، لو امكن ان انا اعرف الايرور اتسامبل ان، الايرور اتسامبل ان، وهنقول ان الايرور اتسامبل ان دي بتساوي ايه؟ تعالوا الاول نحط تصور، تعالوا نحط تصور ازاي هستعيد السيجنال بتاعتي. هتبقى دي المفتاح. هقول ان انا دي هتساوي، ما هياش السيجنال صحيح بس يعني هي حاجه بتقرب قوي من 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 الشكل ده. عباره عن ايه؟ عباره عن اي نوت زائد اي 1 في السامبل اللي قبليه. انا هنا بتكلم على اس هات نمره ان اف ان ماينس 1 زائد اي 2 في اس اوف ان ماينس 2 وهكذا لحد اس اوف ان ماينس بي. كاني بقول ايه؟ انا عاوز اجيب اي نقطة هنا اهو جبن معلومات عن السامبلز اللي قبلية. قبليك بقد ايه؟ الاوردر بي ده يعني نقدر نجرب، يعني الناس بتقول والله هو كومبرومايز بيتم ما بين ان انا اسكويز اقلل عدد البارامترز ويزيد شوية الايرور، ولا اقلل الايرور وازود البارامترز. انا عاوز، لو عاوز استعيد السيجنال دي بالضبط وهي 400 سامبل او 400 معلومه، عدد البارامترز هنا يبقى كام؟ 400. بس انا مش محتاج ده كله، ما نجرب 8 ولا 10 ولا 12 ونشوف هيحصل ايه. بالتجارب ما بين 8 ل 12 will work very well with the speech. فدي اول هنت بنقول عليها، ان احنا بنتكلم على linear system، linear دي linear formula weighted sum من السامبلز اللي قبليه، صح؟ weighted sum من السامبلز اللي قبليه. يعني انت لو عارف، لو انا مش مديك السامبل اللي هنا ومديك معلومات هنا، موست بروبابلي هتقول لي ان هي تقريبا هنا،
تطلع بعيدة شوية قريبة، بس يعني in the range of، تبقى في ايرور بسيط. الودن كمان مش حد مش حدقق في التفاصيل الدقيقة قوي دي. ما هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه، يعني عاوزين لا، هو في سؤال قبل كده، هل ال 400 سامبل دول سامبل في الشرق وسامبل في الغرب ما لهمش علاقة ببعض راندوم؟ ما هو مش كده، هي لو راندوم سامبل نو واي، لو راندوم سامبل نو واي 400 بمحتاجين 400، انما ما هيش راندوم، في كورليشن بينهم. وانت بتنطق الفوكال تراكت، الجهاز النطق اللي عندك doesn't change abruptly كده، واخد بالك؟ الا في الحته الفويست، الا في الحته الفويست، خليني في الان فويست، خليني في الحته الفويست. ففي علاقه بين السامبلز وبعضها، في كورليشن بين السامبلز وبعضها، هنستفيد من الكورليشن دي عشان نقلل عدد المعلومات اللي انا عاوزها. لا، الافرج حاجه تانية. الافرج انت بتحاول تسموس السيجنال بتاعتك عشان تشيل الافكت بتاع النويز. احنا هنا بنحاول نريديوس السبيتش سيجنال وذا مينيمم ايرور. فبنفورموليت اولا الكونسبت الاساسي اللي بنشتغل بيه، ان احنا بنقول بنستفيد من الكورليشن اللي موجود بين السيجنالز وبعضها، بنستفيد من الكورليشن اللي موجود بين السيجنالز وبعضها علشان بنقول والله، وده assumption reasonable، ان السيجنال نمرة N، السامبل نمرة N، I can predict it من السامبلز اللي قبلي. ولو ده كان معقول او قدرت اوصل لقيم مناسبه للايهات، والايهات اللي عندي دي من ايه نوت لحد مثلا اي بي مثلا، لو قدرت اوصل لفورمولا ليهم سو ذات ان مينيمايز الفرق اللي اقدر اجيبه من هنا وما بين الاثنين دول. ففي فورمولا للايرور لازم اكونها وبعدين اعمل لها مينيمايزيشن على البارامترز دي. دي البروبلم، دي بروبلم مشهوره جدا في الماثيماتكس اسمها كيرف فيتنج. انا بدور على عدد، على كيرف جديد، انا عندي كيرف، عندي كيرف، بدور على عدد من البارامتر كيرف، برضه هجيب حوالت كيرف تاني، عدد من البارامترز يكون اقل، بس هحاول اعمل فيتنج للكيرف بتاعي بعدد بارامترز اقل. هيحصل ان في شويه ايرورز في الغالب الودن هتلوريت الايرور دوت، وكل ما تقلل عدد البارامترز كل ما يزيد الايرور، كل ما تديني بارامترز اكتر كل ما اقلل لك الايرور. ده الكونسبت الاساسي. تبقى في سبيتش سيجنال ولا وات ايفر بايوميديكال سيجنال، وات ايفر ذا سيجنال يو ار ديلينج ويز، الكونسبت ده هو انك انت عاوز تريبريزنت سيجنال معقده فيها. يعني انا باخد السامبلز اللي انا باخدها دي يعني باخدها باحتياط شويه، لكن في ريدندنسي عاليه، في نوع كده من يعني انت وانت ماشي، لانت ماشي في السيجنال بتاعتك تلاقي انك انت عمال تاخد البارامترز، السامبلز بتاعتك عامله كده يا عم، ده يعني ممكن قوي عدد بارامترز اقل اقدر امثل اجزاء كتيره من الصوت. فقط بنحتاج كده لما يكون عندك حته كده في الصوت يعني عامله كده مثلا، الحتت دي يعني لانها هاي فريكوانسي شويه ممكن تبقى محتاجه السامبلز الكتير، لكن لو دي تعرف
يعني نستغني عنها او نتولوريت وتاثيرها في السبيتش مش كبير قوي, خير وبركه. يبقى احنا قدرنا نقلل عدد الانفورميشن اللي عندي اللي انا محتاجها, وفي نفس الوقت اقدر اريبريزنت السبيتش سيجنال واستعيدها مره ثانيه. بس هو السؤال بقى هاو تو بروسيد. لا حجه لكم بعد الان, لازم تبقى قادر كمهندس هتتخرج اهو انك انت تفورموليت الايرور سيجنال والاوتوميزيشن او المينيمايزيشن فورمولا ان ترمز اوف الايهات, وكمان تبقى قادر على انك تحسب الايهات as far as you have studied in the mathematics او في مواد تانية. عاوز حد بقى يفكر معايا ازاي نفورموليت الايرور سواء على مستوى كل سامبل او على مستوى السيجمنت على 400 سامبل بتوع. ايوه يس اوكي يلا يلا مليني. ايكوال اي اوف على سامبل مثلا ان مثلا بتساوي ايه؟ اس او يا سلام انت كده بس كده ده جميل جدا. طيب ده على مستوى السامبل, على مستوى السيجمنت بقى اعمل ايه؟ ايوه نقول هسميها اي, اقول ده بيساوي السيجما اوف اي ان على ان اي كده واسيبها كده. بس ممكن الاي دي ممكن ايوه لازم احط سكوير. ليه؟ لان ممكن لو خدت الامبليتيود من غير السكوير ممكن تكنسل اتش اذر, فتلاقي نفسك عندك ايرورز كبير, واحد كبير قوي بس واحد سالب كبير قوي, تلاقيك نو وير. فبناخد ناخد التربيع او ناخد الابسوليوت, بس الابسوليوت مش ديفرنشبل فبنفضل السكوير فاليو. اكسلنت, هو ده اللي احنا عاوزينه. وانس ان دي عندي بقى عندي الفورمولا تكمل بقى معايا. نقول ايه ده بيساوي كام بقى؟ بيساوي ايه؟ نعوض احط ايه بقى هنا؟ احط ايه؟ احط الفورمولا بقى دي مظبوط اللي هو A نوت زائد A1 S of N minus 1 لحد, ونحط دي تربيع. كده صح ولا في مشكلة؟ جزء قبل السكوير. ايه الفورمولا اهي؟ فاحنا كده بنقول ايه؟ في ايه قبل سكوير؟ كده صح؟ عايزة تحطي كده ماشي ماشي اوكي.
عندك مشكلة بعد كده تكمل شغل هتعمل ايه؟ هنفاضل الاي بالنسبة لايه؟ للاي اي. وبيزد على كده نقدر نحسب الاي ايز بتوعي. يعني السكة واضحة. however هن بس ايه هن هن هنشورتن المسافة عليكم شوية بدل ما تروحوا تشتغلوا كده من السكراتش. هنمشي مع بعض ونفورموليت. اسألني. بيبايظ القطب وده كويس. يعني لما يبقى الايرور صغير تأثيره صغير، لما يبقى الايرور كبير بتضغط عليه علشان تقول له لا انزل. از نوت باد يعني. نوت باد. ف اوكي. طيب لو عملنا القصه دي هنحصل على شويه معادلات لينير ايكويشنز. هتلاقي عدد اللينير ايكويشنز زي عدد البارامترز سولفابل. طالما ان انت عندك القيم بتاعت السامبلز دي موجوده عندنا. مظبوط؟ والمجهول ايه بالنسبه لنا؟ المجهول ايه بالنسبه لنا؟ الاي بارامترز. فخلاص هتجي لك مثلا بي ايكويشنز في عدد من الايكويشنز في نفس عدد البارامترز اللي انت بتدور عليها. فهتلاقي الموضوع سولفبل. نعم. لا الاي نوت مش بزيرو. اللي هي هنا. لا مش مفروض انها بزيرو. هي هو للسبيتش سيجنال ان جنرال الافرج الاي نوت تمثل الافرج. واخد بالك؟ ف لو انت عندك السيجمنت كبيره شويه غالبا الافرج ده بيبقى صفر. هنشوفه عمل ايه. بدأ من اي 1. بدأ من الاي 1. هو معاه حق، ربما يكون انا اللي حاطط اي نوت ديت لانه السبيتش سيجنا هي ان جنرال هتبقى موجوده في الكيرف فيتنج. بتبقى الاي نوت موجوده بس في السبيتش سيجنال الافرج بتاعها في الغالب بيبقى صفر. واخد بالك؟ فيعني لو شلناها وابتدينا من الاي 1 مش هيجرى حاجه. ستيل ما فقدناش، بس دي سبيشال للسبيتش. ان جنرال يو هاف تو اد اي نوت تديك حل ادق. ماشي؟ يعني it is a kind of regression. كيرف فيتنج نوع من الريجريشن. مظبوط. فالبروبلم بتفاضل بالنسبه للاي ايز وهي من واحد لبي وبتحلها. ايه بقى اللي ظهر لنا ده؟ ده نتيجه الايه؟ الاناليسيز. تعالوا نعرف حاجه اسمها الار نوت والار اي. او الار اي وحاله سبيشال منهم الار نوت. هي عباره عن الكورليشن. دي عباره عن الكورليشن اللي بيسموها اوتو كورليشن ما بين السامبل شيفتد والسامبلز الايه؟ شيفتد اي سامبلز. يعني انت بتاخد ال 400 سامبل وتعمل لهم شيفت اي سامبلز واحد او اثنين او زيرو يبقى بتجيب الار نوت. يعني كل سامبل بتكورليت كل سامبل مع نفسها. يعني بتضرب السامبل بتربع السامبلز فالقيمه بتاع ار نوت دي هي الايه؟ حاصل مجموع السامبلز مضروبه ببعض. وبعدين لما نعمل شيفت 1 سامبل بنشوف الكورليشن ما بين متوسط الكورليشن الونج ال 400 سامبل ما بين سامبل والثانيه. خلاص؟ يعني بنكورليت ال 400 مع ال 400 شيفتد. هيبقى في واحده من هنا بتضرب في صفر وواحده من هنا بتضرب في صفر، دي هتبقى نهمل التاثير بتاعها.
طب وبعدين نعمل نفس الشيء بس شفت تو سامبلز ثري سامبلز لحد بي سامبلز، فده يديني الايه الار ايز من زيرو لحد ايه بي ماينس، ما هي الاي دي بتشتغل لحد بي ماينس 1 لان انا شغال هنا على عدد من البارامترز اللي هو بي. فهيديك ايه بقى الفورمولا نفسها لما تقعد تشتغل عليها بعد التفاضل وتنظمها شويه والحاجات اللي مضروبه ببعض وكده تضربها يقوم يديك الفورمولا دي. رقم هنا هي ار نوت وار 1 وار 2 لحد ار بي ماينس 1، دي ارقام موجوده عندنا ولا جواها حاجه مجهوله؟ جيفن ذات ان انت عندك السبيتش سامبلز وكل واحده من دول بتتحسب من السبيتش سامبلز، فالار نوت والار 1 لحد الار بي ماينس 1 مالهم؟ دول موجودين افيلبل، بنحسبهم الاول وانس ان حسبناهم بنبلج القيم بتاعتهم في الفورمولا اللي انت شايفها دي. واضح؟ واضح يا شباب؟ الناس اللي ورا النايمه اللي ورا. يا باشمهندس صحيح الجدع ده. نعم. ار بي ماينس 1 وصلت لار بي. نعم. تحسبهم فين؟ بحسبهم من السكه اللي معايا اوريدي اللي هي الاس. اه يعني بحسبهم دي من معايا. لا هم مش موجودين اكسبلسيت، انت بتحسبهم من السبيتش سامبلز. احنا هناخد مثال بعد شويه. يعني انا لو عندي السبيتش سامبلز عامله كده، تضربها ببعضها وتجمع، ادي ار نوت، تعمل شيفت وتجيب الكورليشن بين الاثنين دول يديك الار 1، تعمل شيفت كمان مره وتجيب يديك الار 2 وهكذا. فبتحسب الحاجات دي سلفا قبل ما بتخش، وبعدين تبلاج الكلام ده جوه المعادلات دي عباره عن بي ايكويشن في كام بارامتر؟ كام بارامتر دول؟ في بي بارامتر. لو احنا واخدين البي بتاعتنا 8 ولا 10 ولا 12 ولا وات ايفر، خلاص سولفبل. يعني ده انت كل اللي هتعمله هتعمل انفرس للماتريكس دي وتجيبها وخلصت. او في طرق ريكيرجن كده بيحسب بيها الموضوع ده بانه بيقعد يصفر اللي تحت ويخليها دياجونال، وقصه ممكن تكون مرت عليكم اكيد في الماثيماتكس في الماتريسيز واحنا بنحسب لينير ايكويشنز ازاي نحسبها بطريقه سريعه يعني. فالمهم هي خلاص الدنيا بقت واضحه. حد مش واضح ليه احنا عملنا ايه وليه؟ ايوه بتتحسب ايه؟ بدلاله السامبلز اللي قبليه. نعم، ايه المشكله؟ هي دي اللي انا عايز ما اشوفهاش بعد كده، اللي هي الاس اوف ال السيجنال الاصليه. عايز بس اشوف ايه السهل اوف ال. في العملي لا احنا بنحسبها من الاس، ده متاح عندي المعلومه دي متاحه. انا بدور على فورموليشن لكل اس ان من السامبلز دي، ودي متاحه عندي على فكره، دي متاحه عندي لان التارجت بتاعي هو ان انا احصل على الايهات. امتى بقى السؤال بتاعك؟ لو انا عاوز، واخد بالك، استعيد السيجنال دي مره تانية، هضطر طبعا هشتغل عليها بالفورمولا دي، واخد بالك،
هحصل عليها، بس ده كله مش مهم عندي دلوقتي. يعني هيبقى لاجت لما اوصل للسيستم. لما اوصل للسيستم ده هيحصل ايه؟ البارامترز دي موجوده، وهدخل له سيجنال من هنا لو هي فويس يعني، وهضرب في الجين، والسيجنالز دي اللي هي السامبلز اللي في الانبوت دي، اما ان هي تبقى بلس او زيروز دخلاله، واخد بالك؟ فبيحصل كونفوليوشن او بيحصل السيجنال دخلها لك، وبيحصل بروسيسنج عليها بالبارامترز دي زي اي فلتر، وعماله تحسب وهي بتحسب النيو سامبلز، واخد بالك؟ عندي السامبلز اللي قبليه بحاول اجيبها. ساعتها هتبقى مش ما عندكش الا كلها هات، واخد بالك؟ لكن وانا بحسب البارامترز دي السامبلز دي عندي، فاحسبها صح، واخد بالك؟ انا يهمني دلوقتي احسب الاهات دلوقتي. اي سؤال وراه؟ عدد البارامترز انت بتحدده، دي حاجة انت بتحددها، انت بتقول خليني اجرب كده 8 واشوف واسمع الصوت في الاخر، لا الصوت مش عاجبني طب اخليها 10 واشوف، لا الصوت اتحسن طب ما اخليها 12، واخد بالك؟ الناس بياخدها 12 وممكن ياخدها 14، فيعني وممكن ياخدها 8 باعتبار يعني عاوز يسمع الصوت ويفهمه بس، مش عاوز يعني، دي مش يعني، هو عاوز يكون سايز قوي المعلومات اللي بيبعتها علشان ما تكلفوش كتير في الباندويت، فالكمبرومايز ده بيتم. ماشي، طيب يبقى احنا دلوقتي اول بارامتر مهم حسبناه هو ازاي نحسب الاي بارامترز دي، وزي ما انت شايف كده قدرنا الفورمولا الاساسيه ان احنا قلنا الاس ان هنجيبها من السامبلز اللي قبليه كويتد سام، وهنجيب ازاي البارامترز اللي هي الاي بارامترز، هنعمل فورمولا للايرور، هنعمل فورمولا للايرور، وهنعمل فورمولا للجلوبال ايرور اللي موجود في السيجمنت كلها على بعض او الفريم كله على بعض، وبعدين هنفاضل بالنسبه للبارامترز. بعد ما فاضلنا بالنسبه للبارامترز هتديني الفورمولا اللي قدامنا دي، هنلاقي ان في حاجه اسمها الار نوت والار ايز، من ار نوت لحد ار بي، وهنقدر نولد الارقام الار نوت لحد الار بي، دي قيم حقيقيه موجوده عندنا لان انا عندي السبيتش سيجنال، ويبقى هفورموليت بي ايكويشنز في البي بارامترز المجهولين عندي، وكل حاجة موجودة سولفابل مفيش أي مشكلة، لكن ممكن تبقى سولفابل عن طريق ماتريكس انفيرجن أو عن طريق ريكيرجن كده ممكن نعمله في النيوميريكال أناليسيس كده، علشان يعني إيه زي ما قلت بنحول دي إلى دياجونال وقصة كده أنتوا مرت عليكم، ففي الآخر بعرف أحلها. ولو عاوز احسب الايرور مره تانية بقدر اجيبه بفورمولا لطيفه وبسيطه من الفورمولا اللي انت شايفها دي، اند ذيس كان بي بروفد. انا هتركها لكم تشوف ازاي ممكن تبروف الـ 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 القيمه دي. طيب ده ملخص اللي شفناه. تعالى لا مش فاهم. لا هي مره واحده ولا مره واحده؟ لا هي مره واحده لكل فريم، بس انا لما احصل على الشكل ده، لما احصل على الشكل ده ليها طريقتين في الحل، لا اما بجيب لا الاهات هي المجهول اللي انا بدور عليه، لا ما حسبتهاش، ده انا لما عملت التفاضل حصلت على الفورمولا دي. الفورمولا ديت الارات موجوده لان الكورليشن بين اوتو ريجريشن اوتو كورليشن بجيب الارات، و
هي مساله فورموليشن. يعني انا لو اديتك البروبلم دي تقعد تحلها ممكن تقعد ساعتين على ما تعرف تجيب، ولا ساعتين واكتر يمكن على ما تعرف تحسب الكلام ده. انما لما اديك الفورمولا بالبساطه دي تخش على الكمبيوتر تعمل لها برنامج يحسبها على طول، تجيب الارناط الارات وتبلاجت في الماتريكس دي، تعمل ماتريكس انفرجن تجيب على طول ايهات وتضربها في الفيكتور ده ماشي، او تعمل ريكيرجن تحلها بالريكيرجن. في طريقه للحل نيوميريكال مرت عليكم انك ازاي حاجه سيت اوف لينير ايكويشنز تقعد تلعب تطرح ده من ده وتعمل شويه فورموليشن كده علشان تحولها الى تريانجل اللي على الشمال، وتقدر على طول تحسب البارامترز كلها. بس دي طريقه حل بقى خلاص، يعني احنا وصلنا كده حطينا ايدينا على الحل. يا سيدي ببساطه شديده اعمل انفرجن للماتريكس دي واضربها في الـ في الـ في الـ في الـ في الفيكتور ده وخلصت القصه. اي سؤال؟ حاجه في حد مش واضح ليه اي حاجه؟ ايوه ده الار حسبه وسيطه، حسبه وسيطه. لقينا ال يعني لو جيت بصيت لاي واحده اي بارامتر هنا اهو هتلاقيه عباره عن لو جيت حسبت اي بارامتر من هنا اي بارامتر من هنا الاصل لما بعد التفاضل هتلاقي كلكيعه كده، هتلاقي حاجه عامله زي كده. فهو وفر عليك وعمل كده سموث فورموليشن وقال لك احسب دول الاول وبلجت هنا اهو، هتلاقي الدنيا بقت اسهل شويه في الحل بدل ما تبقى متكلكعه معاك. واخد بالك انك عندك 400 سامبل مش 5 6، واخد بالك؟ فبيقول لك لو حسبت بعد ما تعمل التفاضل هيطلع لك معادلات مكلكعه شويه، مكلكعه شويه فيها حاجات مضروبه كده. لو صفيتها وجبت الكورليشن وبلجت في الايكويشن دي تسهل لك يعني، واخد بالك؟ فانت لو انت بتبرمج حاجه زي كده هتروح ببساطه شديده بعد ما فهمنا الحل بيمشي ازاي، هتروح عامل ايه؟ هتروح جايب الكورليشن سواء كان الار نوت او الارات كلها اوتو كورليشن، بتستارت من زيرو لحد بي ويبقى عندك العدد ده، وبعدين تبلجت هنا اهو وتروح حاسب الانفرجن وضربه في دي، خلاص جبت الايهات بتاعتك ماشي. واعتقد ان واحد احتمال يكون مدينا مدينا ال اهو بيقول لك برضه بيراجع الستبس تاني معاك، بيقول لك الار نوت اهي محسوبه، الار 1 اهي محسوبه، واخد بالك؟ الار 2 محسوبه، الار 3 محسوبه، وهكذا لحد ما توصل ل هو هنا بيتكلم على 8 بارامترز، بات ات كان بي مور اند ات كان بي ليس، يعني ده من اختيارك انت. فهناخد هنا الار نوت ون ايه ونشتغل. خلي بالك انه لما بتيجي تحسب الار 1 انت فقدت الاس نوت بتاعت الثانيه، يعني في حته كده صغيره فقدتها من هنا، وفي هنا سامبل فقد ده. في الاوتو كورليشن اللي هو احنا شغالين بيه ده، في الكوفاريانس ميثود بيعمل حاجه بسيطه جدا في الاطراف بتغير شويه في الحل، فاحنا هناخد حاجه واحده بس كفايه، الثانيه مشابهه جدا فمش فارقه معانا. ادي اللي بيتم. وبعدين بقى عندك لينير اوف ايكويشنز
بتعمل لها السوليوشن بتاعها. ودي برنامج بسيط ممكن تعمله يديك. عندنا برنامج بيجيب بينادي على فانكشن اسمها اوتو كورليشن، وبعدين بعد كده تقدر تخلص نفسك بسهوله بعد كده. ده الايه يعني مديك كمان الكود بتاعه عشان تقدر ده كله يعني. تعالوا لو احنا عندنا فهمنا اللي فات مساله صغيره جدا وهايفه قوي، انا حاسبكم كل واحد يطلع ورقه وقلم ويحل معايا المساله دي. لو احنا فهمنا اللي فات، انسى البري امفسيس، بيقول لك انسى كل واحد يطلع ورقه وقلم ويحل معاك. استاذنكم تمرروا ورقه غياب، ممكن تمرروا ورقه غياب بعد اذن. حطي واحد يعني رقمي يعني. ايوه واحد. ايوه الله يفتح. طيب هو عاوز ايه؟ هو عاوز، انا عندي 8 سامبلز من سبيتش من وات ايفر سيجنال از، وبيقول ان الفريم بتاعي الويندو بتاعي طوله 4، يعني هاخد 4 سامبلز ات ا تايم، وبعدين شيفت واخد 4 تانيين و4 تالتين وهكذا. وبيقول لي احسب لي الاوتو ريجريشن بارامتر فور ذا فيرست فريم لاول 4، ويوز ال بي سي اوردر 2، وحاول تحسب لي الاي 1 والاي 2 بس كده. اول 3 نقط دول ايه رايك بقى من اللي احنا درسناه؟ هتحسبها على ايه؟ على السامبلز بتاع الفريم بس ولا على السامبلز كلها؟ خلاص طيب يعني. اي سؤال قبل ما نبدا؟ اي سؤال قبل ما نبدا؟ طيب ابتدي، اول 3 هيخلصوا هياخدوا بونص. يلا بس ما حدش يقول النتيجه، يجيب لي الورق ويجيب لي الحل وانا ايه هاخد اسمه. كل واحد يحل لوحده. نعم طيب بس كده. طيب ماشي اهو، انا هحطها لكم على الفورمله اللي انتوا عاوزينها اهي. بس انتوا الاول انقلوا، الاول انقلوا اول فريم، اول فريم اللي هو كام؟ خلينا اكتبه لكم. الفريم الاولاني عباره عن 1 و3 و2 و1، ده الفريم الاولاني. وبعدين خلاص انت مش محتاج مندي اكتر من كده. هنرجع للفورمولا تاني علشان نستفيد منها بس كده. توكل على الله. يلا ابدا. نعم. لان هو عاوزك تحسب على فريم واحد بس. احنا بنحسب على، بيقول لك احسب لي التو بارامترز، يعني هو عاوز حساب الاي 1 والاي 2. الاوردر بتاع ال بي سي بتاع هنا 2 بس. يلا يا شباب ما تضيعش وقتك. اول حاجه ار نوت ار 1 ار 2، بلاج ات جوه ايكويشن بسيطه جدا. واعمل انفرجن للسكند اوردر او 2 في 2 ماتريكس، تضرب تجيب لي اي 1 واي 2.
عرض التعرف يا الله. طب بعد ما يخلص ممكن تطلع. عاوز قول لي عاوز ايه؟ مش عارف دلوقتي السؤال السلايد اللي بعد ده ولا دلوقتي في حاجه ثانيه عارف طلبتها؟ لا فقط ادي الفريم احسب لي الاي 1 والاي 2 بتاعته. يمكن تكون صح غلط عشان نعمل غلط. الارقام كبيره قوي. لا لا على ده دي الارقام ده اللي هو بحلها بكرامر كمان. دي الارقام دي اي 1 دي اي 2 فيها 10 على الار نوت. الار نوت 15 1 في 1 3 2 في 2 1 في 1 بعد كده ار 1 باخد ديفرنس واحد ما بينهم فضربت 1 في 3 وبعد كده 3 في 2 وبعد كده 2 في 1 صح كده؟ كده 2 1 في 2 بلس 3 في 1 صح. بعد كده حليت كرامر اللي هو بجيب اللي هو الديترمنت بتاع ده وبعد كده بجيب الديترمنت لما ببدل الفيكتور ده مكان الايه؟ مكان الكولوم الاولاني. فورمولا شكلها سليم. هي دي الريزلت النهائي المفروض 110 على 104 شكلها بس ماشي كويس بس اكتب اسمك ماشي كويس بس تقدر تحطها بس شكل كويس لا 1 بوينت كذا او بوينت كذا واكتب اسمك وقت واحد من زمايلكوا خلص يلا اعملها ستريت فورورد يعني يلا سكند مان انت حاسب الانفيرجن صح؟ لا انا ما حسبتش الانفيرجن انا بحسبها اللي هي ان اي 1 يساوي دلتا بتاعت اي 1 على دلتا دي كانت طريقه كده خدناها في الثانيه ماشي ماشي, ماشي المهم يعني احسبها في النهائي دي 1.1 والدلتا اللي هي الدلتا بتاع الماتريكس يعني بالظبط كده ممتاز يلا يا شباب كل واحد يحل لوحده باش مهندس حل لوحده يلا انا منتظر الحل الثاني والثالث انت عليها عاملاها 3 في 3 انا مش هي 2 في 2 مش قلنا 2 بارامترز بس يلا بسرعه خلاص ولا سؤال ها النتيجه ايه لا دي قيم كبيره قوي اولا هي مش 3 في 3 انا طالب 2 A1 و A2 بس انت بتحسب R0 و R1 و R2 بس هما 2 بارامترز فلذلك تبقى الايكويشن 2 في 2 مش 4 سامبلز ما ان شاء الله 40 سامبل انا في الاخر عاوز 2 بارامترز بس
ابعدوا عن بعض، ابعدوا عن بعض، ابعدوا عن بعض يا اخوانا، عشان اهاليكم مش عشان كنتوا، انتوا ممكن تستحملوا. لا دي ارقام كبيره كبيره، بس خلي بالك ان انت ممكن تكون سبق خنات، ده اللي ده المهم عندي. اه ده كم ده؟ ده 11 و9. لا راجع التسعه دي تاني، راجع التسعه دي تاني، وريني كده فين فين. واحد وقال اثنين. فين فين؟ هنا؟ اثنين اهي. لا ليه ليه السته دي منين؟ جايبها منين؟ عشان ثلاثه في يعني اس واحد في اس. انا دي مع دي اثنين، دي في دي اثنين، ودي في دي ثلاثه، يبقى خمسه. ما تطلعش تسعه. اه دي مع دي ودي مع دي. ايوه ايوه. نهائي. ايوه اكتب اسمه صح. السكند مان وصل خلاص كده. اه في حاجات نيجاتيف، في حاجات نيجاتيف خلاص. وريني في الغالب شكلها صح، الفورمولا صح، بس اعملها بقى يعني. اه اكتب اسمه، اعملها واكتب اسمه. لكن اسمي خلصت سبقك بها. اه هات وكل اللي خلص زي بعض. هات مظبوط، بس فين اسمك؟ اه يلا خلاص، انت وفي واحد تاني هنا وخلاص بس. شكرا جزيلا. انت لحقتي خلاص، زودنا العدد شوية. يلا هات 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 الزمن. تعالى خلصها، اطلع حلها لنا هنا، بس حلها بقى بايه واشرح لنا انت عملت ايه. صوروا بقى، يلا. ايوه ماشي، امسح 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 امسح. اه امسح او خل امسح هنا لو هنا. ماشي امسح بقى. واحد عندك تحت، بص بص لو سمحت لي. الفريم اللي بنشتغل عليه عبارة عن واحد وتلاتة واثنين وواحد. لا احنا عاوزين اثنين بارامترز بس، ولذلك الاوردر بتاع الماتريكس هتبقى اثنين في اثنين. البعض راح رايح لثلاثة واحنا طالبين A1 و A2 بس، فيروح يعمل ثلاثة في ثلاثة ليه؟ Thank you.
ماشي اوكي. يعني as simple as that. ممكن تجي لك مساله بسيطه جدا في الامتحان، الامتحان عاده بيبقى ام اس كيو، وروح جايب لك مساله بسيطه كده واروح اقول لك هو الحل كذا ولا كذا ولا كذا، فواجيب كمان ارقام تريكي كده شبه بعض عشان اللي الحسبه تبقى مظبوطه يعني. اوكي. فطبعا يعني بنصح حضراتكم ان تحلوا بقيه المساله ديت تحلوها. هو طالب ايه بعد كده؟ طالب بعد كده انك انت تعملها للفريم الاولاني، وبعدين بيطلب بعد كده بيقول لك لو انا هشتغل بقى هعمل اوفرلاب سامبل اتنين، يعني الفريم الثاني لما اعمل اوفرلاب تو سامبلز يبقى الفريم الثاني احسبه ازاي؟ يبتدي منين الفريم الثاني؟ يبقى 2 1 4 1. انا لو في الامتحان مثلا اقول لك ايه احسب لي اي 1 واي 2 فور ذا سكند فريم considering ان احنا بناخد overlap two samples. عايز اشوفك ابتديت فهمت الاوفرلاب وخدت two samples ولا فكرت فيها ازاي. طبعا اللي ما عندوش فكره وما حضرش ومش متابع التفاصيل قوي دي ممكن يعمل اي حاجه. فاحنا بناخد الاربعه samples بتوعنا بيبقى ابتداء من 2 1 4 1، وواحد ما ياخدش باله من الحته دي يروح حالل على الاول فريم هيديني نتائج غلط، ولانه ام سي كيو ما براجعش، هي بتبقى في مسائل كتير، فيعني هي يعني ما براجعش واحط جزء من الدرجه، ما فيش، هي الدرجه هي درجه، فلما بتمشي بالستبس صح بتمشي معاك. نعم. هو بيقول لك، ما هو هو بيقول لك اهو، هو بيقول لك ان الاوفرلاب سامبلز of two samples. واخد بالك؟ وبعدين بيقول لك ريبيت اللي فات ده، بس اعتبر البري امفيسيز 0.98. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه في اول سامبل؟ نعمل ايه في اول سامبل؟ تقترحوا نعمل ايه؟ نعتبر اللي قبلها صفر، وهيتضرب الالفا بصفر، فخلاص اول سامبل هتنزل زي ما هي، هتبقى لوحدها كبيره كده، هيحصل ايه يعني؟ خلاص يبقى اول سامبل هتبقى 1 وبعدين 0.89 دي تتضرب في ايه؟ تتضرب في السامبل اللي بعديها او اللي قبليها، ونطرح دي من دي. يعني لو انا عندي دي كده وجاي اجيب اول سامبل هتنزل زي ما هي، السامبل الثانيه هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الثلاثه ناقص البوينت 98 في الواحد اللي هي دي، فيطلع لك الرقم ده اللي هو قرب الاثنين. وبعدين لما نيجي نحسب السامبل الثالثه بتاعته هتبقى هي الاثنين ماينس الثلاثه مضروبة في البوينت 98، هتتحول من بوزيتيف لنيجاتيف، وبعدين الواحد ناقص اللي قبلها اللي هي 2 مضروبة في البوينت 98 برضو هتبقى
تتحول للنيجاتيف. اي دونت كير مش هيحصل حاجه كده. اه بس احنا عارفين تاثيره ايه ودارسين تاثيره وشايفين ان هو بيساعدنا في ان احنا نحسب السبيتش بارامترز بتاعتنا بشكل افضل يعني. نعم. في الالفا، في الالفا اللي هي تطلع بقى زي ما تطلع 0.98.98.95 زي ما اديها لك. اه هي كده. وبعدين تبتدي تحسب حسبتك دي كلها على بيز على ده، هتديك قيم مختلفه، هتديك قيم مختلفه. مظبوط، واضح يا شباب؟ ننتقل الى احنا كده حسبنا اللي احنا حسبناه ده بيسموه اللينير بريدكتيف اناليسيس ال بي اي بارامترز. واحد يقول لي طب فين الفورمانس؟ الفورمانس نقدر نجيبها البارامترز دي بعد حصولنا على البارامترز دي. لو جينا نرسم الكيرف او الفريكوانسي كومبوننتس في من ال بي سي، انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي اي 1 لحد الاي بي للفريم ده. طيب السؤال هو الفورمولا بتاعتي عامله ايه؟ الفورمولا بتاعتي بتقول ان اس اوف ان هات بتساوي السميشن بتاع ايه؟ اي، واي بتساوي من واحد لبي في الاس اوف ان. دي كانت الفورمولا بتاعتي ناقص اي. لو دي بيسموها ديفرنس ايكويشن. دي ديفرنس ايكويشن. لو انت عاوز تروح للفريكوانسي دومين بتبتدي الاول تقول والله الاس بتساوي العبارة عن ايه؟ واحد زائد، لا مش واحد، هنا ما عندناش واحد، عندنا بنبتدي على طول، ما عندناش افريج، نبتدي على طول ب ال ايه واحد في زد اس ناقص واحد، وبعدين زائد ايه اتنين في زد اس ناقص اتنين. وهكذا لحد زد اس ماينس بي. السؤال هو ازاي ممكن نحصل في الزد ترانسفورم لو احنا بنجيب الفورمولا بتاعتنا دي في الزد ترانسفورم بتاعني ايه؟ في الزد ترانسفورم البولز ال 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 لو انا عندي 8 بارامترز بيعملوا لي أربعة كونجيجيت بولز في الزد ترانسفورم، كل اتنين بارامتر مسؤولين عن اتنين كونجيجيت بولز، فبيرسموا لي كونجيجيت بولز بالشكل ده.
لو عاوز اروح للفريكوانسي دومين الكلام اللي خدتوه في الكنترول معرفش السنه اللي فاتت ولا السنه دي هتلاقيك ازاي تحول من الزد دومين للفريكوانسي دومين بانك تمشي من هنا على السيركل دي لحد كانك ماشي هنا اهوت في الفريكوانسي دومين لحد الانفينيتي وبتقدر ترسم كل ما تيجي ناحيه بول كل ما تيجي ناحيه بول بيديك افكت عامل كده لانك بتقسم الحقيقه بتقسم على قيمه ال معرفش بقى درستوا الكلام ده ولا لا يعني لكن في الاخر هيديك حاجه عامله كده هيديك حاجه عامله كده في الفريكوانسي دومين الكلام ده مر عليكم في مكان ما في الكوميونيكيشن او كنترول او اي مكان ولا حتى مر في سيجنال اناليسيس في سنه ثانيه ازاي نعمل الزد دومين درستوه درستوه فين طيب ما هو ده الكلام المفروض بدل ما بيبقى عندك ديفرنس ايكويشن والديفرنس ايكويشن دي بتحولها ما خدتوش العلاقه ما بين الزد دومين والفريكوانسي دومين ما درستوهاش طيب غالبا هتدرسوا الكلام ده في الكنترول غالبا هتدرسوا الكلام ده في الكنترول لكن خليني اقول لك الاتي ان في كل اتنين بارامترز في الاوردر ده كل اتنين بارامترز بيدوني اتنين كونجكت بولز يعني تقدر تيجي الفورمولا اللي انت عندك اللي هي الفورمولا بتاع الديفرنس ايكويشن دي وتقدر تفورموليت بيها يعني انا لو عندي A1 في X مثلا و A2 في X سكوير و A3 في X تكعيب وهكذا ده عبارة عن معادلة عبارة عن فورمولا تقدر تحولها إلى مجموعة من الكونجكت بولز تقدر تعمل لها فاكتورايزيشن وتحولها إلى مجموعة من الكونجكت بولز والبولز دي بتقدر تعمل لها مابنج من الزد دومين للفريكوانسي دومين تمام؟ ف بتقدر ترسمها لو هي 4 اوردر 8 غالبا هتديك 4 بيكس غالبا هتديك حاجه كده فيها 4 بيكس كل 2 بيكس كل 2 كل بيك منهم مسؤول عنها 2 كونجكت بولز خدت بالك الحته دي واضح انه ايه مش مستويه قوي طيب احنا ممكن نقف عند كده من حيث الشغل لا احنا لسه قدامنا 10 دقايق بس انا هنخش في حاجه تانية بس انا اقصد انه ايه الجزء بتاع المابنج من الزد دومين للفريكوانسي دومين يعني ايه لا اما هتدرسوها في ماده تانية لا اما اشوف يعني احاول اعمل لكم فيها كده جزء صغير كده من المحاضره الجايه عشان اشرح المابنج ده بيتم ازاي لكن هو عموما الزد ان ترمز اوف الاوميجا او الفريكونسي حد عارف الفورمولا بتاعتها اي اس ايه اي اس اس تي كده كده التعريف الاس عندكم اللي هي سيجما زائد جي اوميجا لا هي سيجما زائد جي اوميجا بس احنا لو عاوزين نرسم ال يعني دي بتساوي طبعا لو قلنا دي اس ناقص واحد هيديك هنا ناقص ولو عاوزين نرسم فريكوانسي بس
بنقول ان دي بيساوي اي اس ماينس اوميجا تي. تمام؟ طب ببساطه شديده من غير اي كومبليكيشنز بقى ولا جرافيكس ولا كلام من ده، لو انت اديتك انا الفورمولا ده وشلت كل زد وحطيت مكانها اي اس ماينس 2 باي اف تي وقلت لك ارسم لي الكلام ده فيرسس ايه الفريكوانسي، يعني احسب لي القيم دي along الفريكوانسي، هيديك شكل عامل كده ببساطه شديده. وطريقه ثانيه للرسم السريعه نحاول ان احنا نجيبها هي طريقه ان انت تعمل ايه، تروح جايب للمعادله دي الفورمولا دي جايب لها عامل فاكتورايزيشن حتى لو نيوميريكال، طبعا ما عندكش وسيله كده تعرف تجيب فورموليشن لاوردر 8 ولا حاجه، انما نيوميريكالي ات كان بي فاكتورايزد ل 4 بولز، 4 كونجكت بولز، 4 كونجكت بولز. عند كل بول منهم تقريبا، عند كل بول تقريبا في بيك. خدت بالك؟ طيب ايه هو هي دي الفورمانس؟ هي دي الفورمانس اللي بندور عليها. طب نعملها ازاي؟ بيقول لك تقدر تعملها بانك تعمل حاجه بيسموها بيك بيكنج، يعني بتدور على في الفريكوانسي دومين بتقعد تدور على البيكس بتاعتك فين. دي ممكن تبقى موجوده في الماتلاب ولا حاجه فانكشن، تروح انت مديله الفورمولا وتقول له هات لي البيكس بتاعه الفانكشن دي، اديها لك، هي دي الفورمانس بتاعتي. خدت بالك؟ فالفورمانس هي ايه؟ هي ال 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 البيكس اللي موجوده في الفريكوانسي دومين، وبيجيبوها من ال ال بي سي اناليسيس. كل اللي احنا عملناه ده اسمه لينير بريدكتيف كودينج او كوفيشنتس، لينير بريدكتيف كوفيشنت اناليسيس، لينير بريدكتيف كوفيشنت اناليسيس، ال بي سي اناليسيس. خلاص؟ ف ما بيروحوش يجيبوها من السبيكتروم، يعني ما بياخدش ال 400 سامبل ويجيب منها، لان بتطلع له حاجه كده صعب قوي انه يعمل بيك بيكنج فيها. انما لما بنعمل سموثنج ليها بنجيب كده اللي احنا جبناه من ال بي سي اناليسيس، البيكس بتطلع سهل قوي الوصول اليها وصح. فعادة يجيب الفورمانس لو عاوز الفورمانس يعني من ال بي سي، واحيانا مش محتاج، هو بياخد ال بي سي بارامترز على طول، دي بارامترز بتاع فلتر، ويحسب على طول. انا عندي الانبوت سيجنال اللي عندي عندي الانبوت سيجنال جايالي هنا بافتراض ان هي اكسايتيشن فويس، وبيدخل ويدور على الجين، والجين هنتكلم عنه ده امره سهل قوي. وبعدين بيخش عندك فلتر البارامترز بتاعته موجوده معاك، ال بي سي بارامترز موجوده معاك، ببساطه شديده بتفورموليت تبتدي باس 1 اس 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 0 اس 1 لحد اس 399 خلاص. وعندك بتجيبها بانك انت دايما عندك الانبوت لا صفر لا واحد حسب كده اهو، وبتاخده مع السامبلز الثانيه اللي موجوده عندك، ريكيرسيفلي بتقدر تحسب السامبلز جديده. الاي بارامترز، الاي بارامترز موجوده هنا صح. بقول ان انا عند كل بيك الكومبلكس، يعني كل كومبلكس كونجكت بول بيعمل البيك من دول. لو انت عاوز تدور على شكل الاسبكتروم
اللي انت جبته من الاي باراميترز هيطلع عامل كده، وبيطلع عامل زي ما يكون عامل سموثنج للسبيكتروم بتاع السيجنال السيجمنت دي اللي هو جبناه بالتفصيل بتاعه، واخد بالك؟ بيبقى عامل زي ما يكون عامل سموثنج ليها كده. كل تو كونجكت بول بيعملوا لك بيك. الكلام ده المفروض تكون درسته في الـ في الـ في الـ في الـ في الكنترول. واضح يا شباب؟ في اي حاجه؟ طيب ماشي خلاص، شكرا.